أنا أعتقد بأن لدي سؤال يا صاحب السعادة، وفيما يتعلق بقمة 2020، وكما نعلم بأننا أن الدولة المستضيفة للقمة، من خلال تجربك وخبرتك، وكيف ترى قيادة المملكة لقمة 2020؟ أعتقد أن هذا أمر استثنائي، إنه لقد كان ذلك من خلال، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، ولكننا رغم عن ذلك كنا قادرين على أن نعمل من خلال هذا الوضع المتأزم الذي خلفته جائحة كورونا، وكنا قادرين على أن نجابه وأن نقوم بكافة الاجتماعات الاستثنائية في ظروف غير استثنائية. ونستطيع أن نقول بأننا عملنا حول تلك الأهداف التي تجمعنا جميعا، من أن وأن نكون قادرين على أن نضع كافة تلك أن نعمل حول تلك التحديات. ولذلك كنا نبحث في المجالات بالتفاصيل، ونضع التفاصيل، ونحدد المجالات التي نحتاج مناقشتها في ظل تلك الجائحة وتلك الأزمة، وأن يكون أن نعمل بطريقة تعاونية، ونتعاون فيما بعضنا البعض لكي نقدم الحلول للجميع ونعمل. ولذلك أنا أعتقد بأن المملكة تقام بدور كبير جدا باستخدام كافة تلك الموارد لتلك المرحلة المهمة.